السلام عليكم، أسعد الله أيامكم بكل خير. أبعلمكم فضل ذكر سهل على اللسان لكنه عظيم في الميزان. قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يومه 100 مرة. من قال هذا الذكر 100 مرة له 5 فضائل. الأول: كان له عدل 10 رقاب، كأنما أعتق 10 رقاب. الثاني: الفضل الثاني: كتبت له 100 حسنة. الفضل الثالث: ومحيت عنه 100 خطية. فضائل عظيمة. خذ الرابع. الفضل الرابع: وكان له حرز من الشيطان. الفضل الخامس: ولم يأتي أحد بأفضل منه إلا رجل قال أكثر منه. كلنا سمعنا الذكر وسمعنا فضائله، يلا الآن قول هذا الذكر واكسب هذه الأجور العظيمة عند الله، وعلم غيرك واكسب أجره.